بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده سبحانه كل شيء قائم به وكل شيء خاضع له غنى كل فقير وقوه كل ضعيف وعز كل ذليل وملجا كل خائف ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فاليه منقلبه سبحانك لا ينقص سلطانك من عصاك ولا يزيد في ملكك من اطاعك كل غيب عندك شهاده وكل سر عندك علانيه انت الابد فلا امد لك وانت المنتهى فلا منجى منك الا اليك سبحانك بيدك ناصيه كل دابه واليك مصير كل نسمه والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على بدر الدجى ونور الهدى وشمس الضحى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى وعلى اله واصحابه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع دره الجمعه وفي كل جمعه لنا دره من درر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنقف اليوم مع سر السعاده يقول اهل الشام حسن العباده سر السعادة فمن قضى له ربي بالسعادة فمن قضى له ربي السعادة وفقه لأحسن العبادة لنقف اليوم مع موقف بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة مع حديث مشتهر عند أهل الحديث بالحديث المسلسل بالمحبة الحديث رواه أبو داود وغيره الحديث قصته حلوة النبي ألف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل وقال له يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا الحديث المسلسل بالمحبه اي ان سيدنا معاذ حدث من بعده بالمحبه فقال اني احبك والذي بعده عن من بعده الى ان وصل الينا هذا الحديث لنا فيه ثلاث تساؤلات ونحن نمشي ونسير مع كل كلمه من كلمات الحديث التساؤل الاول لماذا معاذ لماذا معاذ الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وخصه وأكرمه بمحبته عليه الصلاة والسلام إني لا أحبك ثم السؤال الثاني لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو بالإعانة على الذكر والشكر وحسن العبادة وهو قد تحصل على مرتبة المحبة يعني سيدنا النبي قال له أني أحبك فعلي يطلب منه أن يدعو وأن يستمر على العبادة خلاص بلغ مرتبة والسؤال الثالث ليش قال وحسن عبادتك ما قال وذكرك وشكرك وعبادتك قال ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنبدأ نبدأ, نبدأ مع الحديث من الأول يا معاذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإيده وهنيالك يا سيدنا معاذ فهذه اللمسة المحمدية إيده لامست إيد النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ من هذا معاذ الجبل معاذ بن جبل معاذ بن جبل لا بل قل الجبل معاذ بن جبل والعجيب في قصه هذا الشاب المحمدي انه اسلم وعمره 18 سنه وشارك في معركه بدر وعمره 20 او 21 سنه معاذ هذا الله اكرمه بكرامه لم يكرم بها احد وهو أن جعله النبي صلى الله عليه وسلم أعلم إنسان بالحلال والحرام من الأمة المحمدية سيدنا معاذ هو نفسه هذا الشاب قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأقضاها علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل أعلم واحد بالعلم بالحلال والحرام هو معاذ لا بل إن الله أكرم بالقرآن الكريم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة يعني أربعة أشخاص روح خذوا منهم القرآن مصدر نقي للقرآن الكريم من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة سيدنا معاذ مرجع بالقرآن الكريم سيدنا معاذ مرجع بالحلال والحرام سيدنا عمر يوم من الأيام قال ليتني لو أدركت معاذا ثم وليته يعني جعلتون والي على مكان ثم لقيت ربي فسالني فقال لي من استخلفت على امه محمد صلى الله عليه وسلم لقلت يا رب سمعت نبيك وعبدك محمدا صلى الله عليه وسلم يقول يجيء معاذ بن جبل يعني يوم القيامه بين يدي العلماء برتوه رتوه اما رميه سهم او مقدار مد البصر يعني سيدنا معاذ يوم القيامة ينحشرون العلماء في أفضل مراتب الحشر ومع هذا يتقدم سيدنا معاذ برتوة بمسافة طويلة العجيب في هذا الشخصية في معاذ أنه مات وعمره 38 سنة 18 هجرية مات 38 سنة يعني بعد ما وصل 40 صرت مرجع في القرآن ومرجع بالحلال والحرام وسيدنا النبي بعثك على اليمن وقلم إني بعثت لكم خير أهلي ها معاذ هاي الشخصية العظيمة الشاب الله اختاره لأنه صرف كل وقته كل جهده وكل إمكانياته في سبيل الإسلام فارتقى لمرتبة محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك وهذا اشاره الى امكانيه اظهار المشاعر اذا تحب واحد قل له احبك والله اني لا احبك عاد لك النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا احبك هن يا لك يا معاذ على هذه الكلمه ولاحظوا معي كلمه مهمه ان هناك فرق في مراتب المتعلقين بحضره الحبيب صلى الله عليه وسلم مرتبه التعلق بالجناب الشريف مرتبتان المرتبه الاولى ان تحبه انت أن تكون محباً له وهذا مرتبة المسلمين جميعاً ليش نصوم؟ محبة به ليش نصلي؟ محبة به صلى الله عليه وسلم فكل المسلمين في الأرض يحبون النبي هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية اللي هي الأعلى والأسمى والأغلى والأعظم هي مرتبه ان يحبك النبي صلى الله عليه وسلم الاولى انت تحب النبي تكون محب الثانيه انه هو يحبك فتكون من احباب النبي صلى الله عليه وسلم واللي رتبه اللي بلغ معاذ قال يا معاذ والله اني لا احبك فبلغ مرتبه عاليه ان كان ليس فقط هو المحب لحضره النبي وانما كان النبي هو المحب محب له صلى الله عليه وسلم والله اني لا احبك اوصيك يا معاذ وهذه كلمة أوصيك تعلمنا أن المعلمين والمربين والآباء والأمهات لا تقطعون الوصية عن الناس لا تقطعون الوصية عن عن من تحبون لا تقطعون الوصية أوصيك 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 دائما كثروا بالوصية بعضكم مع بعض لأن بالوصية ننجو كل إنسان ما عنده الوصية خاسر وكلتنا نعرف هذا الكلام لأننا كلتنا نحفظ قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين منوا آمنوا وعملوا صلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أوصيك فالوصية بدون وصية خسرانين، واحد طالع بطريق ولا يسأل أحد ولا أحد يدليه على الطريق ما راح يصلي. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول في دبر كل صلاة في دبر كل صلاة، دبر الصلاة ما هو؟ هذه اللفظة هذه الكلمة دبر الصلاة إذا جاءت في الحديث النبوي إما المقصود بها أي, أي انتهاء الصلاة قبل السلام وإما المقصود بها بعد السلام يعني بعد الصلاة في دبر كل صلاة فالعلماء بعض من قال أن في دبر كل صلاة أي في آخر الصلاة يعني قبل السلام يعني بعد التحيات قبل السلام ومن من قال دبر الصلاة أي بعد الصلاة عقب الصلاة بعض العلماء خلى قاعدة لكن ليست مضطردة قال كل ذكر هو كل ذكر كل حديث فيه دبر صلاة وهو ذكر فيقال بعد الصلاة وكل حديث فيه دبر الصلاة وفيه دعاء يقال قبل السلام أي في منتهى الصلاة وهناك حديث لا تنطبق عليه هذه القاعدة هذا الحديث علماؤنا قالوا أنه المقصود أن تقول يا معاذ هذا الكلام في نهاية الصلاة ومنهم من قال أن تقول بعد السلام في الحالتين المهم أن تقوله في دبر كل صلاة ليس سيدنا النبي قال في كل صلاة ليش اختار سيدنا النبي هذا التوقيت لهذا الدعاء؟ ليش ما كان الصبح العصر الظهر؟ ليش يا كرام؟ لانه هذا الوقت وقت معظم. وقت اجتمعت فيه الخيريه زمانا ومكانا وحالا. القاعده مالتك بعد الصلاه وانت على السجاده مالك. هذا الوقت اجتمعت لك فيه الخيريات الثلاثه: خيريه الزمان وخيريه المكان وخيريه الحال. خيريه الزمان انك بعد منتهى الصلاه يعني انت طالع من صلاه وخيريه المكان مكان عباده انت في مكان عباده وخيريه الحال ان قلبك طالع من لقاء مع الله انت راجع من معراج الروح وتلتقي في دبر كل صلاه لنكمل الحديث عن هذا الحديث من احاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل مرحبا بكم يا كرام مع درة الجمعة في دبر كل صلاة كنا عم نتكلم عن هذا المقطع من الحديث النبوي تجتمع لك خيرية الزمان وخيرية المكان وخيرية الحال لا تضيعون الفرصة القعود بعد الصلاة سيدنا عبد الله المبارك كان يصلي مأموم ومعه وانتهت الصلاة الإمام سلم مباشرة قام هذا الشاب اليمو فأخذه من يده وقعده قال له قعد أما لك إليه حاجة أنت ما عندك شغلة عند رب العالمين أقعد هاي الوقت لا أستغله لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول شوف سيدنا النبي قال له أنا أحبك وأوصيك أو أوصانه بأمر قولي يعني أم مو فعل قول يعني الأقوال مهمة في الإسلام قد يبلغ الإنسان بالقول مرتبة عالية قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والقرآن الكريم يقول فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين القول القول بلغك الدعاء قول الذكر قول قال ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك التساؤل الثاني اذا كان معاذ قد بلغ مرتبه المحبه النبويه له فعليش يطلب منه ان يدعو يعني انت اذا سيدنا النبي قال له انا احبك عليش يقول له ادعي بعد ما يحتاج خلاص بلغ مبلغ لا هون نخلي اكس واكس واكس على اللي يقولون خلص انا بلغت انا ما يحتاج بعد اصلي انا وصلت مرتبه لا هذا كله استدراج من الشيطان لان الله قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الامام المقريزي رحمه الله يقول كلام جميل بهذا الحديث يقول لما صحت محبته يعني محبه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ جازاه بما هو اكرم واعلى اذ أمره أن يدعو بسؤال الله الإعانة يعني النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلام أن سيدنا النبي أكرم بالمحبة وأكرم بما يجعله موصولا دائما بهذه المحبة لأن المحبة مرتبة بلغة قال لكن تحتاج أشياء أن تعملها حتى تصل وهذا الحديث بالضبط يذهب معنا إلى حديث ربيعة هناك حدثان وحديثان عظيمان الأول هذا معاذ سيدنا النبي قال له إني لا أحبك ولا تنسى تقول اعني على ذكرك وشكرك، هو عليش؟ هو بلا مرتب المحدد، لا المحبه ما تستمر الا بالطاعه، الا بالعباده. وربيعه بن كعب، خلينا نحكي قصه ربيعه قبل ما نحكي الربط بين الحديثين، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ربيعه بن كعب الاسلمي شاب كثير الحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير الخدمه، ويوم من الايام يوم هو بالبيت قال والله خلي اروح يم بيت سيدنا النبي، اخاف يطلع سيدنا النبي يحتاج شغله. وراح قاعد بباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد شويه يطلع سيدنا النبي ومباشره يشوفه قدامه قال ايش عندك يا ربيعه قال يا رسول الله والله خفت لا تحتاج شيء جيت تقدمك شوف الكلام شوف الادب شوف الحب فقال صلى الله عليه وسلم سر منه فرح منه فقال يا ربيعه سلني ما شئت يا سلام ربيعه فتحت لك الابواب ربيعه فتح لك كل شيء سلني ما شئت ايش تريد قول ربيعة منه شاب ساكن مع أمه في غرفة واحدة فقير لا متزوج أكل ما عنده فقال يا رسول الله والله هذا طلب عظيم خليني أفكر خلاص فكر فكر فقال يا رسول الله طبعا هو فقير وجدًا محتاج فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة ربيعة ما عندك بيت ما عندك أكل ما عندك زوجة ما عندك كل شيء أسألك مرافقتك في الجنة فسيدنا النبي قال له أو غير ذلك يا ربي ما غير شيء ما تريد غير شيء قال لا يا رسول الله تفكرت في الدنيا فإذا هي فانية لكن البقاء معك هو البقاء الأبدي صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة هو سيدنا النبي قبل شوي قال له سلني ما شئت رجع قال له إذن أعني على نفسك بكثرة السجود كثرنا برنا الركعات بالليل زين هو سيدنا النبي قال له أشتري تنطيق رجع قال له أعني على نفسك بكثرة السجود سيدنا معاذ قال له اني احبك رجع قال له قول اعني على ذكرك وشكرك من السبب السر في جوابين الجواب الاول حتى تستمر هذه الرتبه رتبه المحبه لازم تستمر بالوصال والسبب الثاني يا كرام حول القضيه سيدنا النبي من قضيه منفرده فرديه بمعاذ وبربيعه الى قضيه تخص جميع احباب الامه جميع افراد الامه جميع ابناء الامه فانا وانت لما نقول نحن ايش حصلنا اذا ربيعه حصل ومشي ومعاذ حصل ومشي ونحن ايش نحصل؟ نحصل مثل اذا عملنا بالوصيه اللي وصانا بها ان اقول اللهم اني يعني اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وانا اعين النبي صلى الله عليه وسلم على نفسي بكثره السجود اعني ان تسال الله الاعانه احد العلماء الكبار يقول تاملت انفع الدعاء يعني تاملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال الله الاعانه يقول أعظم دعاء ممكن أن تدعونه أن تسأل الله أن يعينك على الوصال به جل جلاله إذا ما أعانك على أن تقف بين يديه مصلي ما أعانك أن تصوم اللوة ما أعانك أن ينطق لسانك بذكره فراحت عليك صلى الله عليك يا سيدي الرسول فيعلمنا الله هو كان سيدنا النبي يدعو يقول الله ربي أعني ولا تعن علي كان سيدنا النبي يدعو بهذا الدعاء أعني على ذكرك وشكرك أحد الكبار السن رجل كبير بالسن راجع الطبيب عبر السبعين من العمر راجع الطبيب قبل رمضان قال له دكتور أنا أريد أصوم قال له ما تقدر قال له ليش قال له إذا, إذا صمت المرض اللي عندك يهيج يثير يأذيك كثير قال له الحل قال له ماكو قال له أنا أخذ الدواء بالسحور أخذه بالفطور قال له ماكو ما حل فرجع هذا الرجل حزين على البيت يريد يصوم وما يطيق وقال واسمعوا ايش قال قال يا رب عبدك الطبيب قال لي ان صمت هاج المرض، واني لاحب ان اصوم، وانك لتحب ان اصوم لك، وما بيني وبين ما احب وما تحب الا هذا المرض، فأعني يا رب، وأوقف لي هذا المرض حتى اصوم لك، فيتحقق ما احب وما تحب. يقول دعيت من كل قلبي بهذا الدعاء، يقول بدت اول يوم صمت مشيت الامور، ثاني يوم ثالث يوم ويصوم رمضان كاملا وما يتاثر وما يهيج هذا المرض، لان المرض بيد الله سبحانه وتعالى، ببساطه ان تسال الله لاعانه فيعينك سبحانه وتعالى، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، التساؤل الثالث، حسن العباده، ما معنى حسن العباده؟ ليش ما العباده بوحده؟ ما يكفي، صلواتنا ما ترهم، عندنا حسن الصلاه. العباده، كثير ناس قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس من صيامه الا الجوع والعطش رب قائم ليس من قيامه إلا السهر نحن نحتاج حسن العبادة أي أن تتقن العبادة قال الإمام ابن رجب إحسان العبادة إتقانها وقال إتقان إحسانها إتقان وقال تعالى ليبلوكم أيكم ما قال أكثر عملا أحسن عملا هو الأحسن أن تحسن العبادة أن تتقنها الصلاة عبادة وحسنها الخشوع فيها الصوم عبادة وحسنه أن تصوم جوارحك وقلبك عن المعاصي، الزكاة عبادة وحسنها عدم المنع للفقير، الحج عبادة وحسنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهكذا بقية العبادات، أن تحسن العبادة، قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا عقد مفتوح، يعني عقد طويل الأمد، عمل عقد بينك وبينه وبين المسلم أي مسلم، سيدنا النبي يوعدك وعد طويل الأمد مفتوح كل يوم إلى يوم القيامة. كل ما تصلي صلاة مكتوبة، تحسن وضوء أو ركوع أو خشوعة تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت الكبيرة. وذلك الدهر كله النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي صلى على السريع جاء سلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلواتنا تحتاج إلى إعادة إلى, إلى, إلى إعادة تركيز إلى إعادة نظر هذا وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواية أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها ثلثها صلى الله عليه وسلم، يعني أنت صلاتك ينكتب واحد من عشرة اثنين من عشرة خمسين بالمئة وجوز كلتها يقول حسان بن عطية يقول: إن مراتب الناس في الصلاة مختلفة وإن القوم يقفون في صلاة واقفين في الصلاة وان بين احدهم والاخر كما بين السماء والارض يعني واحد قلبه راح عند الله سبحانه وتعالى معراج وخاشع ويسمع الايات والاخر عيلته وفكره مشغول الاثنين معي يصلون يركعون سوا ويسجدون سوا وكل واحد, واحد كما بين السماء والارض فالاول كان خاشعا مقبلا والثاني كان ساهيا لاهيا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نقبل على العباده ان نحسن العباده يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتحبون ان تجتهدوا في الدعاء تريدون تكثرون بالدعاء تريدون تصلون احسن مكان بالدعاء احسن مرتبه اي يا رسول الله علمنا فقال صلى الله عليه وسلم ان تقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك علاقتك بالسماء موصوله بهذه بالذكر والشكر وحسن العباده قال تعالى خذوا ما اتيناكم بقوه اي بجد واجتهاد بطاعه بعمل خلاصه الكلام يا كرام قال الامام الصنعاني رحمه الله عن هذا الحديث هذه الكلمات هذه الكلمات جامعه لخير الدنيا والاخره نقرا الحديث مره اخرى قبل ما نختم يا معاذ والله اني لا احبك والله اني لا احبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى لقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته